السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها بهاي الحلقة. حياكم الله. بينما البرنامج الحكومي ينفذ اليوم بمراحل وخطوات ثابتة في تقديم الخدمات للمواطن ورعاية لمصالحه، قدمت هذه الإنجازات على طاولة حوار ائتلاف إدارة الدولة باجتماعه يوم أمس بحضور رئيس الوزراء لمناقشة آخر التطورات في البلد ومتابعتها على كافة الجوانب السياسية منها والأمنية وحتى الاقتصادية، وربما هذه تعتبر الركائز الأساسية في استقامة الدولة، لكن بقية الجوانب لا تقل أهمية عنها. فائتلاف إدارة الدولة طرح ضرورة حسم التشريعات التي يجب أن تناقش في البرلمان خصوصا بعد انتهاء العطلة التشريعية والعودة لمزاولة أعماله. فاليوم المشهد السياسي والأمني شهد تطورا واستقرارا واضحا نصب أعين الائتلاف لمتابعة المستجدات اللي يمر بها البلد، وكذلك إصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت الراهن من وفق الإمكانات المتاحة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة فرح نتحدث مع تطور مفاهيم الرياضة من هواية إلى ركيزة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، فإن العراق اليوم أمام فرص ذهبية للاستثمار والاستفادة من بطولة كأس الخليج الكروية. فبلا شك هذه المباريات الدولية لم تعد مجرد احتفالية كروية رياضية للاستمتاع بها في أوقات الفراغ وحسب، بل أنها وسيلة تجمع عناصر عدة من ضمنها التنمية الاقتصادية التي تأخذ مسارين مباشر ومسار آجل. بالتالي الأول يتعلق بتنشيط قطاع الخدمات والعمل به وجذب الاستثمار الخليج المباشر طبعا إلى المدينة المستضيفة، والآخر فوائد غير مباشرة تتعلق بالاندماج الاجتماعي. طبعا هنا نتحدث أيضا عن الانعكاسات اللي يوفرها الاحتضان للنسخة الحالية من بطولة الخليجي، وحتما له من المردودات الكثيرة وغير المتناهية في هذا الصدد اللي راح تحفز قطاعات غير قليلة إذا ما أحسنت الجهات ذات العلاقة استثمار أثرها وتوظيفها كوسيط بين باقي مكونات الاقتصاد، خاصة للمدينة الاقتصادية المستضيفة تعد بوابة العراق البحرية. راح نتحدث عن هذين الملفين المهمين مشاهدي الأحبة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. المراحل المتتابعة اللي يمر بها البرنامج الحكومي لم تذهب أدراج الرياح، بل هي تحت مراقبة ومتابعة القوى الحريصة على تنفيذ هذا البرنامج بأتم وجه. نتحدث عن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بأعضائه المنضوين تحت هذا العنوان، والذي انطلق يوم أمس من هذه التفصيلة المهمة، وكذلك الإلمام بكل ما تم تحقيقه من إنجازات، مع تشديد على ضرورة إنهاء ملف الموازنة الاتحادية وتقديمها للبرلمان ليتم التصويت عليها. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الموضوع مع ضيفنا الكرام، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. ضمن اجتماعاته الدورية لمتابعة آخر التطورات في البلد لملفات عديدة منها الخدمية والسياسية وغيرها، ائتلاف إدارة الدولة بأعضائه يجتمع ليطرح على طاولة الحوار ملفات أمنية لما أخذت الحكومة الحالية على عاتقها استقرار الجانب الأمني في البلد. فيرى الخبراء الأمنيون أن الجانب الأمني في المرحلة الراهنة يشهد استقراراً واضحاً، ورفع نقاط التفتيش من مناطق العاصمة يعد جزءاً من إثبات هذا الأمر. أما مخرجات الاجتماع التي تمحورت حول المتابعة لسير العمل في الملفات السياسية وكذلك مناقشة أهم التشريعات التي يجب حسمها بعد عودة البرلمان في فصله التشريعي الجديد، جاءت من حرص الائتلاف على ضبط المشهد السياسي بكافة الجوانب لما له من أهمية في تصحيح مسارات المستقبل السياسي للبلد. فالمستجدات الوطنية واستعراض ما تم إنجازه من البرنامج الحكومي الذي ضم في مقدمته إلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال على طاولة اجتماع ائتلاف إدارة الدولة لمواكبة ما حقق من المشاريع الخدمية والتنموية بما يخدم المواطن، وكذلك متابعة ملف مكافحة الفساد ودعم ذوي الدخل المحدود من الطبقات الفقيرة والمتوسطة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ عادل مانع عضو ائتلاف دولة القانون، حياك الله أستاذ عادل ضيفا كريما، وأرحب بالأستاذ عماد المسافر السياسي المستقل، أهلا بكم ضيوف الكرام. وسينضم معي عبر سكايب السيد داود الحلفي الباحث في الشأن السياسي. أستاذ عادل، هنا نتحدث عن المتابعة الحثيثة باعتبار أن هذه الحكومة اشتركت فيها كل القوى المنضوية في البرلمان بشكل عام، نتحدث عن ائتلاف تحالف قوى الدولة.
بالتالي أو عفوا إدارة الدولة. هنا نتحدث عن هذه المتابعة اللي اجتماعات دورية تعقد، واجتماع الأمس عقد بحضور رئيس الوزراء، كيف تنظر للأمر؟ إذن تحياتي لك أخي الكريم ولضيفيك الكريمين ولمشاهديكم الكرام أينما كان. بما لا يقبل الشك، المتابعة من قبل ائتلاف إدارة الدولة إلى الحكومة وما تنهجه الحكومة وما يجب أن تمضي به الحكومة ومناقشة برنامجها الحكومي وما قدمت وما ستقدم، هذا مطلوب بشكل واضح وصريح لإنجاح العملية السياسية، لطالما أنه ائتلاف إدارة الدولة هو يعني لم يجزئ هذه الحكومة، بل إنه هذه الحكومة إذا ما سألنا سؤالا جوهريا ومركزيا هي نتاج من الكتل السياسية أو أي لون من ألوان الكتل السياسية؟ الجواب هي نتاج ائتلاف إدارة الدولة. يعني حتى محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء هو وإن كان مرشح الإطار التنسيقي لأنه من يعني وفق العرف السياسي أنه رئاسة الوزراء من أحقية الشيعة، وإن كان هو مرشح الإطار نعم، ولكن هو متبنى من قبل ائتلاف إدارة الدولة. فهذه الحكومة هي حكومتهم ولا بد لهم من متابعتها. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا، الحكومة اللي تكون متواجدة داخل هذا الاجتماع وقد تسعى يعني وسعت الحكومة إلى أن تتواصل مع ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام ومع الإطار التنسيقي قوى الإطار بشكل خاص. هذا كله طبعا علامات إيجابية وجيدة وندفع بها للوصول إلى يعني أعلى خدمة تقدم للناس. ولكن أنا بتقديري الشخصي يجب التركيز على قضية. اليوم مهما تحدثنا ونحن يعني لا نحتاج إلى شهادة بأننا من الداعمين إلى حكومة الشيعة السوداني قبل ولادتها، يعني الداعمين إلى حكومة تتشكل من قبل الإطار التنسيقي ومن يعارضه ويحالفه بالضد من ما كان يعني مخطط للحكومة سابقا. هذا كله يعني يخليني أتحدث عن قضية ارتفاع سعر الدولار. أقول طيب قبل أن نفتح هذا الملف إذا سمح الرسالة عادل، يعني وإن كان ملف حساس هو ومهم، هو كلها حلقة مرتبطة ببعضها الآخر، بالتأكيد. حلقات يربط بعضها بعضا، طيب. فبالتالي يجب أن تدفع قوى إدارة الدولة من الرؤى ما يمكن الحكومة من خفض سعر الدولار، أو بالأصح ما يمكن الحكومة من عدم إثقال كاهل المواطن العراقي. تعرف الأسعار بين الخفض وبين إيجاد الحلول لمعالجة هذا الارتفاع. لا هو أفرد لمحور كامل أستاذ عادل إذا تسمح لي، ولكن خلينا أنتقل إلى الأستاذ عماد المسافر، حياك الله من جديد أستاذ عماد. نتحدث عن الفصل التشريعي للبرلمان اللي راح ينتهي وراح يبدأ فصل تشريعي جديد، عطلة التشريعية تنتهي ويبدأ فصل تشريعي جديد، بالتالي أكو اتساق بعمل مجلس النواب والكتل الممثلة في هذا المجلس وبين رئاسة الوزراء اللي حضر رئيس الوزراء إلى الاجتماع. كيف تنظر إلى هذه المتغيرات اللي بها متابعة متواصلة؟ شكرا جزيلا، تحية لك سيدي الكريم وإلى ضيفك الكريمين وإلى مشاهدي ومتابعي قناتكم. حقيقة يعني أساس عمل الدولة هي هذه السلطات المتكونة منها، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. كما أسلف ضيفك الكريم الأستاذ عادل أن هناك ائتلاف إدارة الدولة منه كان نتاج هذه الحكومة، هذه الحكومة التي تمثلت بكابينة السيد السوداني الوزارية. ربما هناك بعض المعوقات منها تكون تشريعية، لهذا نشاهد أن مجلس النواب متمثلا بالكتل التي تمثل ائتلاف إدارة الدولة مطالب أن يذلل هذه العقبات أمام الحكومة التنفيذية، أمام السلطة التنفيذية وحكومة السيد السوداني من أجل السير بهذه العملية السياسية، خصوصا وأن العملية السياسية يعني في وقت سابق وصلت إلى مفترق طرق. هذا المفترق الطرق ممكن كان يؤدي بالعملية السياسية برمتها إلى نهاية غير يطمح لها الشعب العراقي. لهذا نشاهد أنه المجلس النواب بتشكيلته بكتله السياسية المنضوية تحت ائتلاف إدارة الدولة
يسعى جاهدا من أجل تشريع القوانين التي تسهل وتمهد لإنجاح عمل حكومة السيد السوداني. أقرب قانون مثلا ممكن أن يناقش مثلا قانون النفط والغاز، لأنه هذا القانون له تماس مباشر بالموازنة. الموازنة هناك اعتراض من قبل الكتل السياسية على حصة الإقليم، وهذا مرتبط طبعا بمسألة النفط والغاز وتصدير النفط وغيرها من هذه المسائل. إذا نقول أن هذه التشريعات داخل مجلس النواب ستكون هي الساند والداعم لحكومة السيد السوداني من أجل النجاح في هذه المهمة. طيب أستاذ داود، أرحب بحضرتك الباحث في الشأن السياسي، تنضم معي عبر سكايب. يتحدث ضيوف الكرام عن هذا التواصل والتواشج بين التنفيذي والتشريعي والكتل السياسية المشكلة لتحالف إدارة الدولة. نتحدث هنا أستاذ داود عن القضايا اللي ممكن أن تناقش، اقتصادية، سياسية، أمنية. ونوه السيد المانع إلى أهمية الموضوع الاقتصادي في هذا الشأن، كيف تنظر إليه؟ تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولضيفيك الكريمين وأيضا لمشاهدي قناة الأيام الكرام. أعتقد التحديات اللي تواجهها الحكومة هي تحديات يواجهها كل الشعب العراقي، لأن نتاج الحكومة سواء كان سلبي أو إيجابي ينعكس على الأداء الحياتي اليومي للشعب العراقي، والذي انتظر طويلا على أن تتمخض هذه الولادات أو هذه الصراعات على حكومة تصدق هذه المرة وتكون حكومة خدمات وليس حكومة منازعات ومحاصصة، وإبعاد الفكر الدولة عن منهجية الدولة ومنهجية الحكومة في كيفية توجيه هذه الخارطة التي حقيقة عانينا طويلا حتى نصل إلى كلمة صدق من هذا النظام السياسي، وما نزال نبحث عن هذه الثقة وهذه الكلمة. أعتقد حكومة السيد محمد الشجاع السوداني، أنا باعتقادي من أكثر الحكومات بعنوانها الرئيسي السيد محمد الشجاع السوداني، كنا وما زلنا نتفائل بأن تكون حكومة خدمات فعلا لما يمتلكه هذا الرجل من وطنية وعراقة في العيش في العراق ومعاناة العراق طوال ولادته وإلى يومنا هذا. ما يهمنا من إدارة الدولة، الإطار التنسيقي، المسميات الأخرى، أن يكون صادقاً هذه المرة وأن يتناسى كل التراكمات وكل الهموم والويلات التي جلبت إلى الشعب العراقي من خلال هذا النظام السياسي. وما أعني هنا المحاصصة، وما أعني هنا التودد إلى الإقليم وإلى الخارج لكي يكونوا باقين في هذا المنصب أو ذاك. التحديات الأمنية كبيرة في هذا الزمن، وداعش يتهيأ او مجاميع داعش او جيوب داعش تتهيأ لاقتناص الفرصه في الاختلافات السياسيه لكي تنزل الى الشارع وتنفذ ما تريد، لانه مثل ما نعرف كل اختلاف سياسي يؤدي بالتالي الى انفجار في الشارع العراقي ويذهب ضحاياه المواطنين. الوضع الاقتصادي طبعا متاثر جدا باداء العملية المالية إذا صح التعبير التي تكون بين البنك المركزي وبين وزارة المالية، وكل يلقي اللوم أو التقصير أو اللامبالاة من خلال المعاناة على الطرف الآخر. باعتقادي ويتذكر الضيفين الكريمين أنه هذه المعاناة كانت تلقى اللوم على التيار الصدري باعتبار أنه كان أو ارتفع الدولار في زمنه، واتهم التيار الصدري في ذاك الوقت أنه هو من صعد الدولار وهو من أوصل إلى 147، وكانت الوعود مطلقة ومتفقة تماما أنه إذا آل الأمر إلى الإطار التنسيقي أو للجهات الأخرى سوف تكون هناك عملية ردع سريعة لهذا الصعود، وبالتالي إنزاله إلى وضع السابق اللي هو 120. الآن الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وتحديدا في كل ما يسمى بإدارة الدولة، أن تخطو خطوة شجاعة وموثقة ومهمة وتتخذ قرار، لأنه القرار يصدر من الحكومة ليصادق عليه مجلس النواب ويزيح هذه الهموم وهذا الثقل الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن الكريم العراقي الذي لم يجد يوما أذن صاغية
لهمومه ومطالبه، واقول ليتخذ قرار بارجاع سعر الدولار اذا كانت عنده الاراده السياسيه والقدره على ان يصارع الامواج الكبرى التي تدير الحكومه والوضع العراقي من الخارج. خلينا نبحث بهذه الجزئيه استاذ داوود. استاذ عادل يتفضل السيد الحلفي بهذه الاجراءات اللي يوضحها، وهنا نتساءل هل ان اعاده الصرف هي في الاولويات، ام ان معالجه الارتفاع بطرق توزيعها على المصارف وغيرها كانت هي المعالجات اللي راح تتبعها الحكومه؟ لا، هو القضيه لا بالطرق المعالجه ولا في قضيه الاولويات، خلينا نناقش الاصل. الاصل اللي احنا متفقين عليه، وانا قلتها مرارا وتكرارا، استاذ مسافر ايضا شاطرني الرأي، ولعل استاذ داوود شاطرني الرأي، على انه عملية رفع سعر الدولار مقابل انخفاض سعر العملة في حكومة الكاظمي السابقة هو قرار سياسي، يعني لن تكون القضية عملية اقتصادية في عرض وطلب وبالتالي تنخفض عملة وتصعد كأداء البورصة، يعني لا اطلاقا. الامر الابتدائي هو اتفاق سياسي، قضية قرار سياسي اتخذ بهذا المقام. هسه القضية الاقتصادية فيها جنبة من هاي الجنبات، بس الاعم الاغلب هو قرار سياسي. اليوم نعم، حكومة محمد الشياع السوداني شخصا، السيد ابو مصطفى محمد الشياع السوداني شخصا له من الفيديوهات قبل أن يتسلم الحكومة وهو نائب، له من اللقاءات التلفزيونية اللي يعني دفع باتجاه ضرورة عدم إثقال كاهل المواطن العراقي جراء رفع سعر الدولار، وهذا قرار سياسي يجب أن يخفض. اليوم هو في قمة المسؤولية، في قمة الهرم التنفيذي، عليه أن يدفع بهذا الاتجاه. هسه تارة نتحدث عن بنك فدرالي أمريكي والضغوط الأمريكية، تارة نتحدث عن عقوبات على 15 بنك عراقي، تارة نتحدث عن يعني حقيقة هرم النظام المصرفي في العراق. نعم. يجب أن يعدل. يعني أنا في كل العالم، وأنا مطلع على بعض دول الجوار والدول الإقليمية، على أنه التجارة تتم عن طريق فتح اعتمادات بنكية معتمدة يعني رسمية للدولة، هذا هنا تكون السيطرة عليها، مو أن تجري عملية التحويلات عن طريق صيرفات وشركات وما إلى ذلك. هذا 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 الأمر يجب أن يلحظه الإطار. وأقول بصراحة شديدة، ولا أحد يشك في دعمي لحكومة محمد الشياع السوداني وللإطار وللتوجه ولما وصلنا إليه، مهما ستقدم الحكومة من خدمات للمواطن العراقي بقبال تصاعد سعر الدولار وانخفاض سعر العملة، لن يعني تكون في كفتي ميزان إطلاقا إطلاقا، بالنتيجة أنه راح يكون الأثر سلبي على الحكومة بارتفاع السعر. ولهذا نعم، أدفع باتجاه أن تمضي مجموعة ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام، الإطار التنسيقي بشكل خاص، طيب، والحكومة بشكل أخص، طيب، إلى إعادة سعر صرف الدولار إن لم نقل إلى سابق عهده عن 120، فبالتالي يتدنى قليلا عن 140، لأنه الناس حقيقة تعبت، والأسعار هذه خلال اليومين يعني في غلاء، ولعل هناك مؤشرات تشير عفوا على صح، انه ان بقي التعاطي في قضيه شان الدولار بهذه الطريقه التي لن تجدي نفعا، نعم، ربما يرتفع طيب، يصل الى حدود ال 200، يعني طيب، مو 162، اليوم نتحدث عن 162 بزيان. اللي انا شخصيا انتقدت حكومه الكاظمي ومن دفع بارتفاع السعر لل 147، لا ارتضي لنفسي ان اكون مدافعا عن الحكومة والدولار 162، أي عاقل ما يسويها. ولهذا نعم، ندفع باتجاه يعني مراعاة الناس في هذه الجنبة وفي هذه القضية. طيب، ليس هذا الموضوع هو كان الوحيد أستاذ عماد، بل كانت هنالك مواضيع غير هذا الشأن طرحت على طاولة الحوار لاجتماع قوى إدارة الدولة. رئيس الوزراء قدم الإنجازات اللي تحققت خلال المدة الماضية
من مكافحة فساد، دعم ذوي الدخل المحدود، قرارات حكومية تعلقت بحكومة تصريف الأعمال. طيب هذه الإنجازات وفق هذه المدة القليلة هل هي مقدمة لبروز معالم نجاح الحكومة؟ شكرا جزيلا أستاذ. خلينا أعقب على اللي تفضل به الأستاذ أستاذ المانع بجزئية صغيرة. يعني فرق كبير أن يكون هناك قرار حكومي سياسي كما وصفه السيد المانع برفع سعر صرف الدولار، وفرق كبير أن تكون هناك مضاربات مالية بين المصارف وبين عقوبات وغيرها من ارتفاع طفيف، خلينا نسميه فرق كبير، أن يرتفع سعر الدولار من 120 إلى 146، وفرق كبير أن يرتفع من 140 إلى 160. هناك كان قرار سياسي متخذ، والأخبار تتحدث أن العراق قد وقع مع البنك الدولي هذا على هذا الارتفاع الى عام 2025 شهر الرابع، يعني خلينا هيك نتاكد من صحه هذه المعلومه. فيما يخص الانجازات او ما قدمته حكومه السيد السوداني، كما تعرف جنابك ويعرف ضيوفك الكرام ان السيد السوداني وخلال تقديم كابينته او ربما حتى قبل تقديم كابينته الوزاريه كانت هناك اولويات ركز عليها في ملفات محدده، ملف الصحه وملف الطاقه وملف الخدمات وغيرها من الملفات التي ممكن أن تكون تلامس حياة المواطن بصورة مباشرة. بالمستوى الصحي قبل أيام كان هناك مؤتمر صحفي لوزارة الصحة للشروع بفتح النافذة الإلكترونية للتقديم عن طريق الضمان الصحي. هذا الضمان الصحي سيشمل شرائح مختلفة من الشعب العراقي، خصوصا ذوي الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية في تجربة أولية، وممكن هذه التجربة أن تعمم وتمضي إلى كل شرائح المجتمع العراقي. نعم. على مستوى الأمني هناك أيضا تحديات تواجهها حكومة السوداني، لكن ما يملكه الجيش العراقي والحشد الشعبي وبقية قواتنا الأمنية هم على قدر عالي من هذا التحدي. بقية الملفات الخدمية، نحن في بغداد نشاهد بأم عيوننا الجهد الخدمي الذي يقدم خدماته إلى المناطق متفرقة في بغداد. من ضمن هذا الجهد الخدمي طبعا هيئة الحشد الشعبي بآلياتها مع بقية الوزارات. ما نريد أن نستعرضه بهذه الفترة الوجيزة من إنجازات للسيد حكومة السيد السوداني هي ليست بمستوى الإنجازات التي يطمح لها الشعب العراقي بكافة محافظاته بكافة توجهاته، لكن هذه البداية بداية مشجعة، بداية مطمئنة أن هناك من يسعى إلى تقديم خدمات، ومن خلال هذه الخدمات ممكن المواطن يلتمس شيئا على أرض الواقع. طيب وفقا لهذا الموضوع أستاذ داود، أيضا المجتمعون حسب ما نتحدث عن ائتلاف إدارة الدولة يمثل القوى السياسية في داخل مجلس النواب ويمثل الوزارات اللي تشكلت من هذا الائتلاف. طيب المجتمعون في هذا الائتلاف أوصوا بأن تقدم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب حتى يتم التصويت عليها. هذه التوصية لمن ستقدم؟ للوزارات، للرئيس الوزراء، تقدم إلى البرلمان كي تتم مناقشتها والتعجيل بإقرارها، لما هي القوى هذه نفسها هي التي شكلت الحكومة وتمثل مجلس النواب. يعني بدءا يفترض إدارة الدولة أو ائتلاف إدارة الدولة خول حكومة وخول شخصية برئاسة هذه الحكومة، وهو يصبح مراقب دون تدخل في شؤون الدولة وخططها وموازنتها وآلية قيادة الدولة، وهذا معمول به في كل الدول ذات السيادة والدول المحترمة والتي تحترم هويتها وشخصيتها المعنوية. عندما رشح السيد محمد الشيع السوداني من قبل الإطار التنسيقي ووافقوا عليه بالإجماع، كان يفترض أن يكون هو صاحب الأفكار، هو ووزرائه، بوضع الموازنة الحقيقية وأعطاء أولوية للمهمات أو للأهميات اللي موجودة في المشاريع الخدمية أو الصحية أو التربوية أو حتى العسكرية والدبلوماسية الأخرى. التدخل هذا حقيقة لا يعني سوى شيء واحد، وهذه التوصيات هي علامة إجبار للحكومة بأن تسير وفق المخطط اللي يريده ائتلاف إدارة الدولة وليس وفق المخطط اللي تريده الحكومة ويريده السيد محمد الشيع السوداني. الموازنة تنطلق من حقيقة خيمة الحكومة وتتجه إلى البرلمان
إما يدقق بعد ويدقق ومن ثم التعديل أو يوافق عليه مباشرة ويتم التصويت. ليس هناك طرف ثالث له الحق في التدخل في كيفية إدارة الدولة. الدولة الآن بحكومتها محاصرة حصار حقيقي، ومضطرة أن تكون في سكة توازن بين المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وأيضا هناك طرف ثالث ضاغط هو المحيط المحلي اللي هو الشعب العراقي اللي ينتظر أن يفرغ من الهموم والمعاناة واللامبالاة من الكوادر السياسية. فبالتالي نعتبر هذه التوصية هي علامة تدخل في شؤون الحكومة، وعلامة أيضا تهديد مبطن إذا لم تتخذ هذه التوصية قد تكون هناك إجراءات أخرى. وهناك أيضا اختلافات كبيرة في ضمن إدارة الدولة واختلاف إدارة الدولة بأن ورقة الحكومة لم تنفذ لحد اللحظة، ولم تعطى إشارة واضحة وحقيقية بأن كل الاتفاقات المبرمة بعد تمرير هذه الحكومة سوف تنفذ. هذا أيضا مؤشر على تهديد واقعي، وممكن أن تحل الحكومة أو ينسحب الأطراف الآخرين مثل الطرف الكرد وأيضا الطرف السني. ولكن قبل هذه الخيارات كل أستاذ داود، ودعنا ننتقل إلى الأستاذ عادل المانع، قبل كل هذه الخيارات هذه الأمور كلها متعلقة بإقرار الموازنة اللي تفصل حسب احتياجات الوزارات وحسب المنهاج الوزاري، خطة الحكومة، وبالتالي أيضا مقاسات حزبية راح تتعرض إلى تعديلات وتغييرات داخل قبة البرلمان. هل تتوقع أن تمر الموازنة بمخاضات عسيرة أستاذ عادل؟ موازنة لا أعتقد أنها ستمر بمخاضات عسيرة، فقط القضية اللي ممكن أن تقع أو يقع فيها إشكال هي قضية حصة الإقليم. وأنا أتحدث عن الأصل الحقيقة، يعني الأصل اللي بنيت عليه أو بني عليه التوافق السياسي لإنتاج هذه الحكومة، اللي هو ائتلاف إدارة الدولة اللي اتضمن 27 بند في التوافق الكردي الشيعي السني، يعني الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد ومجموعة عزم وتقدم والقبال الإطار التنسيقي. هذا وقعت عليه كل رؤساء الكتل السياسية، وقعوا عليه 27 بند، من ضمنها قضية قانون النفط والغاز اللي هي راح تكون مقدمة حقيقية والتزام حقيقي من قبل الحكومة والكتل السياسية معا للمضي بالموازنة. فلا أعتقد أنه هناك ثمة اختلاف في وجهات النظر بخصوص الموازنة. الموازنة إذا بها بعض الإشكالات في الأموال هذه تكون الكتل السياسية، قضية المناقلة لها حق المناقلة في الموازنة وتبدي رأيها في مجلس النواب، ولهذا لا أعتقد أن الموازنة ستتأخر في مجلس النواب متى ما كانت جاهزة من مجلس الوزراء لأن ترسل إلى مجلس النواب. طيب أستاذ عماد، يعني على عجالة إذا تسمح، لما تكون هنالك موازنة اتحادية تهيئ في مجلس الوزراء وترسل إلى البرلمان، هل هنالك عقبات وأصبحت الأمور بهذا الوضوح؟ يعني لا أعتقد أنه هناك ستكون عقبات داخل مجلس النواب، خصوصا وعند تشكيل ائتلاف إدارة الدولة كان هناك اتفاق بالإجماع للقوى السياسية والكتل السياسية المنضوية تحت هذا الائتلاف أن كل الخلافات بين المركز والإقليم أو بين القوى السياسية فيما بينها كلها، كان الاتفاق أن هذه الخلافات ستحل ضمن سقف الدستور. هذا ما يجعل حالة من الطمأنينة عند كل الكتل السياسية أنه لا يمكن أن تكون هناك خلافات كبيرة، وخصوصا في موضوع الموازنة. الموازنة متى ما تم إرسالها من مشروع الموازنة متى ما تم إرساله من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ربما ستناقش بعض أبواب الصرف في هذه الموازنة، ربما يكون خلاف في بعض الجزئيات، لكنها ستمر إن شاء الله وتمضي بهذا السياق. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد المسافر السياسي المستقل، وشكر كثير للسيد داود الحلفي الباحث في الشأن السياسي، انضمت معنا عبر سكايب، والشكر الأوفر لجنابك الأستاذ عادل المانع عضو ائتلاف دولة القانون على هذه الإطراءات. نتحول معكم مشاهدي الأحبة إلى الملف الآخر ونتابع فيه.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريم الدكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي. حياك الله دكتور. أتحدث عن الجوانب الاقتصادية اللي راح يجني العراق انعكاسات بصورة مباشرة وغير مباشرة في هذا الجانب، كيف تنظر إليها من خلال خليجي 25؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. خليجي 25 فرصة ممتازة للعراق يبرز ما هو العراق حقيقة، لكون العراق مظلوم إعلاميا، وهذا التأثير الإعلامي أثر على زيارة الوفود وزيارة مختلف الجهات التي ترغب بزيارة العراق. حقيقة عندما سافرنا خارج العراق التقينا بمجموعة يتمنون أنه يزورون العراق لكنهم يتخوفون. الآن هذه المناسبة وهذه الفرصة أعطت الانطباع الإيجابي للعراق، والعراق يفترض به أن يستفاد من هذه الفرصة، وهي فرصة ذهبية إذا ما استغليناها ممكن نستفاد بحدود 10 مليار دولار سنويا، وممكن نحصل على بحدود على مليون فرصة عمل، لكون قطاع السياحة هو يعتبر من القطاعات الرائدة ومن القطاعات المهمة جدا وتعتمد عليه دول كثيرة. لكن هذا القطاع حتى ينجح نحتاج إلى أولا تعاون شعبي، أنه حتى لا يكون أنه مثلا المواطن يرمي بعض النفايات بالشارع أو تكون هناك مشاكل عشائرية أو غيرها، بالإضافة إلى تشريعات أمنية لكون المواطنين أو السواح القادمين يتخوفون كثيرا من الهاجس الأمني، وهو هاجس مهم جدا، بالإضافة إلى رفع الفيز، يعني تكون فيزة العراق هي فيزة مفتوحة وتستمر مفتوحة لفترة، مثلا خلينا نقول تجربة لمدة سنة أو سنتين، هي مفتوحة لجميع العرب حتى يدخلوا ويستفادوا، لكون هذه الإجراءات تسهل عملية الدخول وتسهل العمل، بالإضافة إلى أنه العراق يحتاج إلى مجموعة من المشاريع الاستثمارية والتي سيكون لها وقع. فنحن إذا ما نظرنا نحتاج إلى زيادة السلة الضريبية وليس زيادة الضريبة على المشروع الواحد، وهذه السياسة تختلف. فمثلا إذا ما رفعنا أو يعني رفعنا يعني أزلنا الضرائب عن قطاع السياحة لفترة حتى تستطيع الكثير من المستثمرين التوجه إلى هذا القطاع. طيب. والاستفادة منه. نعم دكتور، دعني أرحب بضيفي الكريم الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يحدثنا عبر سكايب من عمان. حياكم الله دكتور غازي. دكتور، نتحدث عن خليجي 25، ملف رياضي بحت، ولكن لابد وأن تكون هنالك أبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية، ولربما أبعاد سياسية اقتصادية في آن واحد. كيف تنظر إلى هذه الجنبة بعد أن أوضحها الدكتور حيدر عصفور، أوضح الجنبة الاقتصادية، كيف تنظر إلى الجنبة السياسية للعراق المتحققة من خلال خليجي 25؟ نعم شكرا جزيلا، وأعتقد ضيفك الكريم تناول جوانب مهمة في المنافع الاقتصادية. نعم. هذا الإنجاز الكبير الرائع للدورة الخليجية لكرة القدم في نسختها 25، أعتقد هذه الأجواء، هذا الانفتاح، هذا العدد الهائل من الصحفيين من أبنائنا في بلدان دول الجوار، بالتأكيد يخلق نوع من علاقات التفاعل بين الشعب العراقي، بين الناس بالبصرة، وبين أهلنا بالخليج. كل هذه الأمور أكيد لها نتائج إيجابية، يعني أنا أتذكر تماماً خصوصاً أثناء الأحداث والحروب والحرب على داعش وغيرها، الأجواء عن العراق الإعلامية أنه أجواء مضطربة، حروب، دمار، قتل إلى آخره، إرهاب مستمر. اليوم أعطت البصرة نموذج مختلف تماماً، أن هناك أمن وسلام واستقرار، وأن الشعب البصراوي في كرم الكبير العظيم الرائع، قدرته على استقبال الناس، خدمة الناس، هذه الحشود العملاقة اللي شاركت في متابعة المباريات الرياضية، يعني رئيس الفيفا مثلا. نعم. تحدث عن إمكانية إقامة
العديد من المباريات الدولية في هذا الملعب. شفنا البصرة مدينة حلوة نظيفة، مؤسساتها، جسورها، طرقها، هذا كله يعطي انطباع جدا مهم إيجابي عن العراق وعن الحياة اليومية. من خلال هذه الصور الإيجابية ومثل ما أشار ضيفك، ممكن يشجع المستثمرين، يشجعون الناس سياحيا للقدوم إلى البصرة، للمدن العراقية، للتبضع، للمشاركة في المشاريع الصناعية، الزراعية، الاستيراد، البيع، غيرها. البصرة مدينة حيوية، مدينة ميناء العراق على العالم، وهي في علاقات عبر التاريخ مستمرة. طيب دكتور مع الدول الخارجية، وبالتالي اليوم البصرة تعود مدينة حيوية، عاصمة تجارية، اقتصادية، صناعية للعراق. دكتور حيدر عصفور، يتحدث الدكتور غازي فيصل عن الجانب الاستثماري، وهذا ملف مهم جدا. إذا ما انطلقنا من أن رأس المال جبان، فبالتالي المشاريع الاستثمارية، الشركات الدولية تتخوف كثيرا من استثماراتها في العراق. وهنا نلاحظ أكو تراتبية باستقرار الوضع الأمني، ابتداء من زيارة باب الفاتيكان إلى العراق، وخصوصا مدينة الناصرية، نتحدث عن الجنوب، استضافة خليجي 25 في البصرة، وأيضا نتحدث عن الجنوب، هذه المدن الجنوبية التي أغلب سكانها تحت خط الفقر، رغم أنها تعتبر البصرة رئة العراق، السلة الغذائية، الناصرية هي منطلق لكثير من الثقافات والحضارات. وبالتالي أكو تبدل بالفكر السياسي وهذه القوى الناعمة، نعم، كيف ينعكس على الجانب، نعم، الاستثماري والحياة الاقتصادية. بالتأكيد الإعلام له دور كبير، نعم، وزيارة الوفود وزيارة المشجعين ستعطي صورة إيجابية. وعندما تكون هناك مجموعة بهذا الكم تزور وتلاحظ طيب أهل البصرة وطيب العراقيين وكرمهم، سينعكس إيجابا. فالأخلاق طبعا عامل جذب مهم بالإضافة إلى العوامل الأخرى. نتيجة هذه العوامل ونتيجة زيارة الوفود، سيكون هناك تشجيع كبير للاستثمار بالعراق. فالعراق هو بيئة واعدة تحتاج إلى مختلف المشاريع، وهناك المئات من الشركات في العالم ومنها في دول الخليج. فالعراق هو أفضل بيئة للعمل فيها والاستفادة منها، وخصوصا أن العراق محتاج لمختلف المشاريع، ويتوفر هناك مساحات كبيرة، وبالإضافة إلى الطاقة المتمثلة بالنفط. فنتوقع أنه تكون انعكاسات إيجابية جدا، ونحتاج نلاحظ التقاطعات التي يقف أمامها المستثمرين، أين حتى يذللها أصحاب القرار بقرارات جديدة وإصلاح تشريعات اقتصادية تنسجم مع المستثمر، وتنسجم مع السياحة، وتنسجم مع مختلف رؤوس الأموال التي ستكون تتمنى أن تستثمر داخل العراق. فدائما هناك تطلعات دولية للاستفادة من العراق، وهذه تصطدم ببعض المعوقات، نعم، ونحتاج أنه نلاحظها ونذللها. طيب دكتور غازي، يتحدث الدكتور حيدر عن هذه الأنماط الاقتصادية، بالتالي هناك أيضا أنماط سياسية تمثلت برسم الصورة السلبية لدى المجتمع العربي، بل حتى المجتمع الدولي، بأن داعش من أغلب الدول شارك في الحرب وانضم العصابات داعش وفعلت ما فعلت بالعراق. لا تتبدد هذه الصورة إلا بوعي مجتمعي عربي دولي إقليمي إلى آخره. هذه القوى الناعمة في خليج 25، هل ستساهم في بناء صورة نمطية عند المجتمع الدولي، عند الشعوب قبل الحكومات، في تغيير النظرة إلى العراق؟ مؤكد مؤكد مؤكد. وما تفضل به الدكتور حيدر أيضا ملائم وسليم ودقيق. احنا نعرف أن رأس المال دائما جبان، بمعنى يبحث عن مجالات أو فضاء آمنة للاستثمار وليس فضاءات مضطربة. اليوم الصورة اللي شفناها للبصرة عبر هذا
المهرجان الإعلامي السياسي الثقافي التواصل، محطات التلفزة في قطر في الإمارات في البحرين في الكويت في السعودية في دول العالم المختلفة اللي نقلت هذا الحدث المهم. لاحظنا أن الانطباع بدأ يتغير. إذن هذا المهرجان هو تسويق رائع لفكرة أن البصرة آمنة، العراق آمن، وبإمكان المستثمرين أن يأتون إلى العراق من أجل تحقيق نجاحات مهمة لهم كمستثمرين وكشركات، وأيضا نجاحات مهمة للاقتصاد العراقي بمعنى توفير فرص للعاطلين عن العمل وتشغيل هذه الطاقات الشبابية الموجودة اليوم في مدن الجنوب والوسط ومختلف المدن العراقية. أذكر أن على سبيل المثال في السعودية تم تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في البحرين وفي العراق وفي عمان وأيضا في بلد آخر. يعني على أي حال، إذن الاستثمار عندما يرى هذه الصورة المهمة المستقرة، صورة الشعب المضياف يعني ولم يحصل أي حادث يعني يعكر صفو هذا المهرجان، هذا العرس الرياضي العظيم. أيضا أذكر حضرتك والجميع يعني العلاقات الاستراتيجية بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بلعبات البينج بونج، وانتقلنا إلى دبلوماسية الخطوة خطوة الكيسنجر، وإلى تحالف استراتيجي بين واشنطن وبين بكين. إذن الرياضة ممكن تلعب دور مهم جدا في تغيير أنماط تفكيرنا أو أفكارنا المسبقة اللي موجودة عن العراق، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو السلطات أو الحكومات المتعاقبة قد حققت الأهداف كاملة. نعم، يجب الاستمرار في بذل جهود غير اعتيادية لضمان الأمن الاستقرار، عدم ابتزاز المستثمرين، عدم الضغط عليهم، عدم تهديدهم مثل ما حصل في السابق ومثل ما أشار تقرير البنك الدولي وغيرها. إذن يجب أن فعلا يسوق العراق والمؤسسات العراقية صورة جديدة عن العراق تختلف عن صورة العنف والإرهاب والقتل والتهديد والابتزاز وغيرها من التفاصيل اللي أدت إلى هروب الشركات أو الاستثمارات الأجنبية أو حتى الإقليمية العربية اللي هي جدا مهمة بالنسبة للاقتصاد. اسمح لي دكتور، ما دام أنك يعني ذكرت بعض الجوانب المحلية بالإضافة للدولية، خلي أركز مع دكتور حيدر على هذه الجوانب المحلية. نتحدث دكتور الاستثمار في قطاع الرياضة، نتحدث عن البنى التحتية، لدينا في البصرة ملاعب دولية، في النجف، في كربلاء، في بغداد، في كردستان. هذه الملاعب اللي تمثل بنى أساسية وتحتية وفوقية لاستثمار قطاع الرياضة، ونتحدث ليس فقط عن خليج 25، نتحدث أيضا حتى عن البطولات المقبلة، حتى لو لم تقم بالعراق من الممكن أن يحتضن العراق بعض الألعاب أو بعض المباريات اللي تتم على ملاعبه. راح نتحدث هنا عن فرص العمل المتاحة، يعني توفير مساحات جديدة للاستثمار في قطاع الرياضة، كيف تنظر إليها وتعزيز موازنة أو خزينة الدولة بالأحرى؟ بالتأكيد هناك تنوع مصادر الدخل هو مهم جدا بالنسبة للعراق، وخصوصا العراق يسعى لمثل هذه. كثير من دول العالم تستثمر في قطاع الرياضة، والعراق مؤهل لكون العراق أحد الدول التي تمتلك مهارات. العراقيين بطبيعتهم يمتلكون مجموعة من المهارات، أحدها هي الرياضة، فهذا مهم. وتوفر الملاعب سيكون عامل إيجابي وسيشجع الكثيرين على تنوع في الرياضات وتنوع في هذه اللعبة أو تلك، وهذه طبعا ستعود بالنهاية بإيرادات جيدة ومستقبلا تكون أفضل. دائما كلما تتطور اللعبة وكلما يزداد المشجعين وتزداد الدعم الإعلامي وغيرها تكون هناك فرص أفضل للدعم. أهمية الرياضة طبعا مهمة جدا، وخصوصا احنا نسمع بالأرقام الكبيرة التي يتقاضاها بعض اللاعبون وانتقالاتهم وغيرها، هذه تدل على حجم والأموال التي تستثمر في هذا القطاع. فهذه القطاعات قطاعات حقيقة هي قطاعات كبيرة وتجذب
أموال كبيرة جدا للدول، ونحن ممكن أنه نستفاد من هذه بوضع مجموعة من الخطط التي تشجع قطاع الرياضة. ويعني إذا سمحتوا لأن أشارك كمشارك وليس كمقدم في هذا البرنامج، حتى الاستثمار في قطاع الإعلام وبث المباريات وقطاع الإعلام والبث التلفزيوني بصورة عامة أيضا سيعود على خزينة الدولة بالأموال الوفيرة. أشكركم شكرا جزيلا ضيوف الكرام، الدكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي لحديث الحوار ضيفنا الكريم في الاستوديو، وانضممت معي عبر سكايب من عمان الدكتور غازي فيصل مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، أثريت الحوار في هذا الملف، شكرا جزيلا لحضرتك، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.